نبارك لكم حلول شهر رمضان، عاده الله عليكم باليمن والبركات. من الأنشطة اللي ممكن نمارسها خلال الشهر الكريم هي الزراعة المنزلية، حيث لها فوائد كثيرة، منها إضافة لمسات جميلة على المنزل وتوفر أجواء الاسترخاء والهدوء. والاهتمام بالمزروعات يكون بمثابة القيام بنشاط بدني يبعدك عن التوتر، وأيضا بالإمكان استغلال الوقت في الشهر الفضيل لإنتاج المحاصيل الزراعية الصحية. وأيضا قبل الزراعة يتوجب الأخذ بعين الاعتبار الموسم الزراعي وصلاحية التربة ووجود تصريف جيد للمياه. من أهم الأمور الاطلاع التام على متطلبات العناية بالمزروعات حسب نوعها للحفاظ على جودة المزروعات والمحاصيل. وفي الأخير الزراعة المنزلية ممكن تكون في حديقة المنزل، في أسس زراعية، أو حتى على سطح المنزل.